لو الحكاية فيها إن فيديو. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات المحقق. عايزين حق مصطفى طنطاوي. حق مصطفى طنطاوي فين؟ اسم الأميرية معظمها ترندات طلعت الفترة الأخيرة خلال الأسبوع دوت عن قصة جريمة قتل حولت الأميرية من منطقة هادية لبحر دم. القصة بدأت مصطفى طنطاوي شاب 23 سنة كان بيجهز لخطوبته، مع العلم ان مصطفى يتيم الاب من وهو شهرين. مصطفى قرر انه يروح لعمه لانه اوريدي بايت عندهم وعايش معاهم بعد وفاة والده. الام متزوجة من واحد تاني فيعتبر اهل مصطفى عمامه. رايح عند عمه عادي جدا، فتفاجئ بان مرات عمه بتتكلم مع واحدة جارتهم اللي هي والدة القاتل محمد هشام، فبيتكلموا بيتناقشوا. حصلت مشادات ما بينهم بسبب ركنة عربية. عربية عم مصطفى ركنة تحت البيت في نفس الوقت. توك توك ملوش علاقة اصلا بالقاتل ولا باهله، مركنين الناحية التانية، فبالتالي الشارع اصلا مساحته صغيرة، فالشارع اصبح ضيق، فكل عربية تيجي تعدي بتعدي من النص، فبالتالي بتجرح العربية بتاعت عم مصطفى. وده اللي خلى النقاش يحتدم ما بين والدة القاتل ومرات عم مصطفى. في شدة النقاشات دي طبعا تطور الامر ان الزوج اللي عم مصطفى تدخل. مع الزوج تدخل والدة محمد هشام واخواته تدخلوا، محمد هشام اللي هو القاتل. طيب حصل ايه؟ العربية بتاعت عم مصطفى الازاز بتاعها اتكسر كنوع من انواع الانتقام. يعني انتوا بتتكلمونا ازاي ان احنا لابنين، احنا نرجم براحتنا الشارع شارعنا. ده اللي حصل فعلا بكلام الشهود. بعد ما حصل كده طبعا الطرفين راحوا للاسم، قالوا لازم يعملوا محضر. بالفعل الطرفين اتحجزوا في الاسم، عم مصطفى اللي هو المجني عليه ومحمد هشام اللي هو القاتل. اتحجزوا 24 ساعة وقرروا في الاخر بعد الحجز ان هم يتصالحوا، ومضى محمد هشام على عدم تعرض وكذلك مضى عن مصطفى. الموضوع ما انتهاش عند كده بالاسف، لكن دي كانت البداية. البداية لما خرجوا الاتنين تفاجئوا بان محمد هشام اللي هو شاب 19 سنة هو ووالدته واخوه طالعين بسلاح ابيض، سكاكين ومطاوي وبلطة، كل اللي حضرتك ممكن تتخيله، في الشارع، وقرروا يهددوا الناس ويطلعوا يتهجموا على عيلة مصطفى، عم مصطفى وعلى مصطفى. اتهجموا عليهم، ما اكتفوش بكده، نزل مصطفى عادي رايح يجيب فطار وما كانش حاطط في دماغه وهو راجع ان هيرجع يلاقي مجزرة مستنية. وهو راجع بالفطار لعمه فلقى فيه خناقة شغالة، ففجأة وهو ماشي من ظهره مات بالغدر واخد 9 طعنات واحتمال كبير تكون 10، لسه تقرير الطب الشرعي هيأكد لنا. توفى ازاي؟ وهي دي اللي عايزين نقف عندها. جه محمد هشام من ورا في ظهره وهو ماشي، اداله بالسكينة على راسه فافقد الوعي، فما وقع في الارض بكل غل وبكل حقد تتخيله ممكن يطلع من شاب عنده 19 سنة. مسك السكينة في رقبة مصطفى وفي صدره وفي بطنه 10 طعنات. يعني لو انت مش متخيل، لا هو تقريبا صفى دمه في الشارع. بعد ما عمل كده الاهالي خدوا مصطفى وودوه المستشفى. الطبيعي ان ايه اللي يحصل؟ ان على الاقل محمد هشام ده يهرب يجري يروح اي حاجة، انت مفروض قاتل قتيل. لكن اللي حصل في قانون البلطجة غير كده خالص. محمد هشام فضل واقف في الشارع بيستعرض قوته، انا قتلته، مين عايز تاني يجي يموت؟ مين عايز تاني يجي يذبحه؟ انا عايز اصدمك اكتر واقول لك ان محمد هشام كانت والدته واقفه ومطلعه طبنجه وماسكه سكينه، وده في فيديوهات ليها وان شاء الله هنعرضها، موجوده وماسكه مع ابنها وبتتخانق معاه. ومش بس كده، ده بيعززهم كمان الاخ الثالث، فانت قدام عصابه. وده اللي حصل فعلا. اتهجموا بعد كمان ومصطفى راح المستشفى وخلاص اصلا كان مات، بس كان اهله لسه عندهم لحظه امل ان ممكن الولد يقوم بالسلامه، وطلعوا تهجموا على عمام مصطفى وعلى مرات عمه. والولد خلاص اتبلغوا ان هو توفى، برضو مازالوا في نفس النقطة بيتشاجروا مع اي حد ماشي في الشارع. طبعا اسم الأميرية تدخل
والحمد لله قبض على محمد هشام القاتل وعلى والدته وعلى اخوه. محمد هشام اتوجه له تهمة القتل العمد، انت واحد قاتل واحد في الشارع بتسع طعنات لاقرب لعشرة، ووالدته واخوه اتوجه لهم تهمة التحريض على القتل. عايز اقولك ان في قانون البلطجة كل حاجة جايزة الا القتل، ملوش اي قوانين.